السلام عليكم متتبعي الكرام، أهلا وسهلا. شكرا للأخ يوسف، شكرا لحضور الصحافة لمتابعة وتتبع ملف الخاص بالسيد سعيد. هذه الشخصية اللي تكلموا عليها هذه الأيام على أساس أنه شخص يعاني من أعراض نفسية وهو بمصحة، هو بخيرية ديال عين عتيك. سبق لكم أنكم شفتوا الفيديوهات السابقة وعرفتوا بأن الأستاذة خيار مشكورة توجهت لهذه الخيرية اللي كنشكروا من هنا يا السيد المدير مع طاقم الصحافة، وأنهم التقوا بسعيد اللي التقى بالأخت ديالو السيدة ملكة اللي جات من الخارج باش تشوفوا من بعد غياب 37 سنة بعد الوفاة ديال الأب ديالهم. اتصلت بنا الأستاذة السيدة ملكة مشكورة وطلبت منا أننا أيضا ندخلوا على الخط، وانتم كتعرفوا بأنني أنا كنخدم مع الأستاذة زينب وكنتعاونوا على ملفات بحال هكايا. فاللي طلبت منا أننا غادي ناخذوا لهم حقهم، معنى أن الأب ديالهم ملي توفى خلى لهم واحد المبالغ المالية وعقارات، وخصهم كانوا يعرفوا شنو هو الحصة ديال سعيد. فحنايا ملي درسنا الملف لقينا بأن سعيد هو من ضمن جميع الورثة ومن حقه أنه ياخذ الحق ديالو، لكن كاين هناك إشكال أن سعيد يعاني من أعراض نفسية، وخص الجميع يعرف بأن الواحد ملي كيكون كيعاني من أعراض نفسية أنه ما يمكنلوش لا يوقع ولا ياخذ المبالغ المالية ولا حتى شي حاجة، خص ضروري أنه يدخل قاضي القاصرين، لان القاضي القاصرين ديال الاسره هو اللي كيتكلف باش يدير مقدم بعد ما كيطلبوا هما يفتحوا عنده واحد الملف ديال تتبع الحالات ديالو. وكاين بعض المرات حنا كنضطروا اننا نديروا واحد يعني واحد المسطره ديال الحجر باش كتكون يعني القاضي القاصرين هو اللي كيتكلف. اذا إذا كانوا هما قسموا واحد المبالغ بيناتهم وهذه على أساس الإراثة اللي داروا، وطبيعة الحال الإراثة اللي داروا ما داروش فيها بأنه يعاني من أعراض نفسية، رغم أنه ملحق بهذه الخيرية على ذاك الأساس بواحد الوثيقة فيها أنه كان عنده خلل عقلي، وأن السيد القائد كان وقع في هذه الوثيقة باش تم الإلحاق به بهذه المؤسسة، لأن هذيك الإجراءات كدار. فاكيد انه ما غيمكنلهمش يقسموا حتى شي حاجه، والا كانوا قسموا راه هذيك القسم غلط، وراه انهم خصهم يرجعوا هذوك المبالغ، وانهم كل شيء خصو يوقف، خاص لا كانت شي كره خصو يوقف لا كانت شي حاجه، لان العقود تنتهي بالوفاه، وهنا لا كانت شي عقود ديال الكراء راه خاصها تكون توقفت حتى يكون مصادقه والاتفاق ديال جميع الورثه على المآل ديال هاد العقارات ولا هاد الاموال، عادي يمكن لهم يبداو التصرف فيها. فقاضي القاصرين كيعين بطبيعه الحال ملي كدوز واحد المسطره اللي حنايا اكيد غادي نديروها لحمايه الحق ديال سعيد، غادي يعين مقدم او وصي على السي سعيد باش غادي يتكلفوا به في الاكل ديالو، في المسكن ديالو، في التطبيب ديالو، لانه عنده دابا واحد الورث ديالو يمكن ما يخصوش يبقى يعني كيتعتبر على الهامش، وانه ما عندوش الحقوق ديالو ما كاينش اللي يتكلف به. الاموال ديالو اللي جاتو في الورث غادي يمكن لها تصرف عليه بطريقه قانونيه، وخصهم يعرفوا بان السيد قاضي القاصرين ضروري انه كيتحاسب مع اي شخص خدا شي حاجه ديال شي حد اللي خداها بدون وجه حق، وهو كيحمي الحقوق ديال القاصرين. فحنا اللي كنتمناو انهم اذا كانوا غادي يكون مازال كاينين شي مبالغ ماليه وشي حاجه ما يتمادوش فيها، لان قاضي القاصرين غيتحاسب معاهم، وان احيانا كتكون بعض العقوبات اللي جذريه، فحنايا ما بغيناهمش يطيحوا في هذه المساله، واخا كيقولوا حنا على الشياع وحنا عندنا هذه مشاعه وحنا درنا عقود، وحنا هذيك العقود راه كلها باطله، لان قاضي القاصرين ملي كتمشي تقدم له واحد الملف خاصو يحمي الاموال ديال القاصر، وهو سعيد السيد سعيد كيتعتبر قاصر لانه عنده واحد الخلل النفسي اللي حنا غنثبتوه بطبيعه الحال بالوثائق ديالو، بالملف الطبي ديالو، بكل شيء اللي حنا غنقلبوا عليه، وعندنا الحق اننا نخدعوه للتطبيب، لانه الوالد ديالو الله يرحمه كانت عنده لا سينيساس. فاذا حنايا غنشوفوا ملي كيكون واحد عنده واحد
واحد المرض لا سينيسيس كيمكن لها توفر ليه هذيك الحمايه ديال المبالغ من اجل التطبيب. واكيد انه كانت عنده واحد الرصيد ديال التقاعد وغنشوفوا الاستفاده وبطبيعه الحال من هذا الرصيد هذا، وبطبيعه الحال كل شيء على يد قاضي القاصرين. اللي يمكن لي نزيد هنايا هي انه كاضافه هي انه كاجراء اللي بغينا حنا نديروه انا والاستاذه خير، هي اننا ان شاء الله غادي نتوجهوا لهذه الخيريه ديال عين عتيق، واننا نقدروا نجيبوا واحد الطبيب المعالج اللي يدير ليه واحد الفحص على هاد الحاله ديالو، وربما من بعد يرشدنا اننا نديوه للمستشفى. وباغي نتكلفوا اننا نديوه للمستشفى، لان الا جينا ننتظروا الاموال اللي غادي يورث ولا اللي غادي يورث راه ما يمكنش يورثها دابا الا اذا كملنا من المسطره ديال الحجر وكانت فيها حكم نهائي. اللي بغيت نضيف هو انه ما دمنا اننا امام الاعلام، والاعلام انه كيساهم في بعض المرات في تغيير القوانين في توعية الرأي العام، أننا مثلا عندنا هذا المشكل مع نزيل في الخيرية، ولكن المشكل الكبير اللي عندنا هي ان هاد الخيريات في المغرب كامل مشكورين، وكنشكروا المدراء ديالهم، وكنشكروا الناس الساهرين على الراحه ديال النزلاء، وكنطلبوا من الجمعيات انهم مره مره يتفقدوا، مره مره يمشيو يشوفوا هاد الناس هادو، حتى هما يجيبوا لهم اطباء لماله، ويخدعوهم مثلا قافله الاطباء ديال العيون او ديال السمع او اي حاجه ملي كيكونوا بعض القافلات بحال هكا. لكن الاهم هو انه بغينا ان هاد الخيريه تكون كدير واحد اللوائح ديال هادوك النزلاء بالصور ديالهم والاسم اللي لقاوه به، او الاسم اللي السيد القائد او القائده كتب ليهم في الوثيقه اللي التحقوا بها في هذيك الخيريه، وينشروهم بعض الجرائد باش المواطنين اللي كيكون مشى لهم واحد من العائله ديالهم، من الافراد ديال الاسره ديالهم، انهم يقدروا يلقاوه بواحد السهوله. لان احنا شفنا كيفاش السيده ملكه تعبات بزاف باش تقلب على الاخ ديالها، راه ماشي سهل باش انك تبقى تقلب وانت عارف ما عارفش فين كاين هذا الولد هذا، وكتبقى تتالم عليه مدى الحياه. فهاد الشيء غادي يسهل عليهم انهم يكون واحد اللوائح وتبقى تنشر، ومن بعد كاع مثلا في الشهر يمكن لهم يديروهم في واحد المجله اللي تكون واحد المجله خاصه بجميع النزلاء اللي كاينين في الجمعيات الخيريه عبر المغرب بعناوينهم وصورهم. وكنشكر المسؤولين، وكنشكر وزاره الداخلية إذا سمعت لي هذا النداء أنها تحرص على هذه المسألة هذه، لأن في الآخر كيبقاو هذوك مواطنين مغاربة أحرار، خصنا نصونوهم وناخذوا لهم الحقوق ديالهم. اللي بغيت نضيف أيضا هي أننا غنديروا الإجراءات ديال البطاقة الوطنية، لأن هذا الشخص هذا راه مغربي ومن حقه أنه تكون عنده بطاقة وطنية. نديروا الأبحاث ديالنا على أساس إذا كانت عنده بطاقة وطنية في السابق راه حنايا غادي نعاودوا غير نجددوها ونديروا له أن على أساس تفقدت ليه، اما اذا لما كانتش عنده فبطبيعه الحال غادي نجمعوا ليه الوثائق الضروريه من اجل انجاز البطاقه الوطنيه، وغادي نديروا ليه الصور، وغنديروا له شهاده السكنه في دارهم اللي كان ساكن فيها، لان بالتنسيق مع السيد المسؤول على الخيريه يعطينا بانه هو نازل، ولكن انه المقدم عنده الحق يعطينا بانه كان ساكن تما وتاه على المكان ديال السكنه ديالو، وبالتالي عندنا الحق اننا نديروا له البطاقه الوطنيه، وغادي يكونوا الاجراءات كاملين يعني بطريقه قانونيه، ما غاديش نخافوا حتى شي حاجه، حتى شي عراقيل ما غتكون، بما انه عنده الحمايه ديال القانون المغربي والدوله المغربيه وقاضي القاصرين المغربي المشكور. وكنتمنى ان اي سؤال جا في بالكم الا وتبعتوه للقناه، وحنا مستعدين اننا نشرحوا كل شيء من جميع النواحي القانونيه باش تكون بينه وتنور الراي العام على اي نزيله. وكنتمنى انهم هاد الاخوه والاخوات ما يكونش عندهم واحد الحزازات، لان في اخر المطاف قاضي القاصرين هو اللي غادي يحسم بيناتهم، لان ما كيضيعش الحق ديال القاصر في المغرب. كنشكركم والى اللقاء.